السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: قوي قلبك واكسب صحتك مع نصف ماراثون أليكس نايت رانرز. لازم نقوي قلبنا، لازم نرفع لياقتنا. مش انت لوحدك، انت ومراتك وعيالك ووالدك ووالدتك، ايضا اصحاب الهمم، لازم كلنا نشترك في ماراثون أليكس نايت رانرز. طب التفاصيل ايه؟ ده نصف ماراثون، اول سباق في الموسم ده ان شاء الله، وفي سباقات عديدة. السباق ده بيبقى 2.5 كيلو او 5 كيلو او 10 كيلو او 21 كيلو. 2.5 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 21 كيلو، كل واحد وحسب استطاعته. تمام؟ طبعا اطفال او عائلات بالكامل، شباب، كبار سن، اصحاب الهمم، كل دول مسموح لهم الاشتراك في هذا النصف ماراثون. طبعا هو هيبتدي من نادي المهندسين على الكورنيش لغاية مثلا قهوة فاروق في بحري والعودة مثلا. التفاصيل كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف وأول تعليق. اللينك بتاع الاشتراك صفحة أليكس نايت رانرز. طبعا هذه أو هذا الماراثون نصف ماراثون تحت رعاية الدولة وتحت رعاية الأمن، أمان تماما ليك ولأسرتك. تمام؟ طبعا في فريق طبي شامل بيراعي الموضوع ده، وبيشوف الناس الكبيرة في السن، حد مثلا حصل له حاجة، حد تعب، انت مثلا اللي يصلح ليك كام، 2.5 ولا 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا 21 كيلو. تمام؟ معادنا يوم 6/5 يوم الجمعة الساعة 6 الصبح، هسيب لحضراتكم رابط التسجيل في صندوق الوصف وأول تعليق. أيضا هسيب الصفحة بتاعت فريق أليكس نايت رانرز. الفرقة دي موجودة في كل أنحاء العالم، بتحفز وبتعمل موتيفيشن للناس إن هي تغير أسلوب حياتها، إن هي تحسن صحتها، سواء بالجري أو المشي. طبعا من المعروف إن الماراثون الكامل 42 كيلو، لكن 42 كيلو دي قاتلة قاتلة، فلذلك إحنا عاملين تدريج، أو أليكس نايت رانرز عامل تدريج. 2.5 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 21 كيلو. كل التفاصيل هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق، وكلكم إن شاء الله هتلاقوني هناك في المسافة 21 كيلو، لأ 42 كيلو. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، وأنا هبتدي الجري من دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.